since I'm on. خلصت يومي بقى كده بشكل لطيف ودلوقتي رايح التجمعات خمس. طبعا الباص اللي انا راكب فيه ده انتوا عارفينه صح؟ يعتبر انضف باص في مصر اساسا. المهم عندي شغل مع حد اسمه محمد السوري النهارده. للاسف حاولت ان انا البس لبس فورمال بس فشلت لان انا مش بعرف البس فورمال. في مكان اسمه مالتيبلز، مالتيبلز دي حاجه مختلفه كده شويه يعني. هتعرفوا تفاصيل مالتيبلز دي اكتر في قريب كده، هيكون في بودكاست بعمله باسم محمد دسوقي على حاجه اسمها الشباب والرياده. دي تشانل موجوده على ساوند كلاود، هتعجبكم الافكار بتاعتها عامه، وهو بيتكلم بطريقه مختلفه قوي. الفكره بتاعتها بشكل عام ان هي عن ستارت ابس وناس الانتربرينورز والناس اللي بتعمل افكار مختلفه لشركات او مشاريع. كان بروجكت كويس، انا كنت بكفر البروجكت ده، كنت بصوره يعني از فيديو، والفيديو هتشوفوه قريب هينزل عليه. ممكن ننزل بقى على الحلقه. محمد عامل ايه؟ تمام. ايه الاخبار؟ تمام. زي كنت اعرفهم فكره البودكاست. البودكاست معمول عشان الشباب شباب رواد الاعمال يقدروا يسمعوا ناس عندها خبره في موضوع رياده الاعمال ده، وشافت كتير وتعكت كتير في الموضوع، فتسمع وتفهم يعني. تمام، حلو قوي. ممكن يسمعوا البودكاست فين بقى؟ سبوتيفاي. لا سبوتيفاي لسه ما عملناش. اي تيونز وساوند كلاود لغايه لما نجيب سبوتيفاي وانغامي بقى ونبقى جامدين بقى. ونظبطها. اوكي. خالد حبيبي is very interesting. بالاخص ان he's a very good public speaker اصلا. ما اعرفش دي حاجه انا يعني مش مره واحده طبعا. مش مره واحده. حتى لو معاك كل حاجه مره واحده ما تنساش بيها مره واحده. ده السوق المصري. تمام. الاجانب بيعملوا ايه؟ ما جربتش الاجانب. احمد واي. خد حاجه بقى من التجمع عشان اروح على التحرير. على فكره احلى حاجه بتعمل حاجه اسمها مواصلات مصر، هتوديني من هنا على طول على التحرير. دي احلى حاجه فيه عامه يعني، انه سهل وبسيط وتستعمله بسهوله. اوكي. كنت عايز افهمكم فكره البودكاست عامه. ايه هو البودكاست؟ البودكاست هو فكره ان انت بتعمل راديو، بس الراديو اللي انت بتعمله اونلاين، يعني بتعمله على ساوند كلاود او بتعمله على سبوتيفاي او بتعمله على اي حاجه اونلاين ابلكيشن. الناس بتدخل تسمعه عادي جدا في اي وقت بقى، مش لازم يكونوا شغالين الراديو بتاعك. بتروح بتسجل كمان في اي مكان، فدي اسهل حاجه، ان انت بيكون معاك مايك او بيكون معاك تولز بتستعملها. التولز دي كل اللي انت بتعمله انت بتستعملها. ممكن تصور البودكاست بتاعك بحيث ان هو يكون حاجه اوديو ويكون فيديو في نفس الوقت. وفي ناس بتعمل بودكاستس كتيره جدا على يوتيوب. تاني توبك كنت حابب جدا ان انا اتكلم معاكم فيه، فكره الشغل الفريلانسنج شويه. اوكي. مش لازم تكون بتشتغل في شركه 8 ساعات او 9 ساعات ويكون هو شغلك مستمر. ممكن تكون بتشتغل يعني شغل الى حد ما، بتشتغل مع الناس بالبروجكت بس. يعني الفكره كلها ان حد بيطلبك للبروجكت مثلا او حاجه بيطلبك فيه تشتغل فيه لمده 3 ساعات او 5 ساعات او يومين ثلاثه وتخلصوا. غالبا بيكون الناس اللي بتعمل فيديوز، الناس اللي بتعمل فيديو اديتنج، الناس اللي بتعمل جرافيك ديزايننج، دول اللي بيجي لهم البروجكتس او المشاريع بتاعه الفريلانسنج شويه. الفكره بتاعته ان انت بتتفق على الشغل قبل ما بتعمله، سواء هو حد عايز يصور فيديو او شركه او حتى لوحده، وبيجي لك. في ناس بتشتغل اونلاين، يس. ويب سايتس كتيره جدا ممكن تعمل بيها شغل فريلانسنج اونلاين، حاجه اسمها فايفر، في ويب سايت اسمه فريلانسر، ابورك، كل دول ممكن تشتغل عليهم اونلاين. وبالنسبه ليا انا دلوقتي موضوع الفريلانسنج هو مناسب اكتر، لانه انا دلوقتي عندي موضوع الجيش الشهر الجاي، فبالنسبه لي الفتره دي بستغلها في ده. بس ده من احسن الباصز اللي ممكن تركبوها. ما كنتش متوقع بصراحه ان في باص كده يعني مواصلات مصر. عاش. بس حاجه فيه انه هادي ونضيف وكويس تعرف انك تركبه. نعم؟ انا مش صحفي، انا بشتغل فيديوجرافر وفيديو اديتر. مش عارف اقولها لك ازاي. انا بعمل فيديوز على يوتيوب. الكونتنت بتاعها والفكره بتاعتها عامه يعني ان هي بتتكلم في مواضيع اجتماعيه، بس بصورها بطريقه الحياه اليوميه. بلس كده شغلي بقى العام بيبقى شغلي مع شركات، مع ناس يعني بيشتغلوا شغل فردي او كده. دلوقتي بقى في اعلام موازي للاعلام اللي على التلفزيون اللي هو على السوشيال ميديا، فبس انا شغلي اكتر على السوشيال ميديا يعني. بس كده. ربنا يخليك، شكرا جدا. وغالبا هنا هتكون الاندنج بتاعت البوب او الاخر البوب يعني النهارده.
تكون فلوت بيس الجميلة. فأشوفكم بقى بكرة في الضب بتاع بكرة إن شاء الله يكون مختلف. متنسوش تشوفوا الفيديوز بتاعت الفيديوز بتاعت بروجرام 180، فالأفكار بتاعته هتعجبكم جدا. لو لسه مش عامل سبسكرايب ادخل اعمل سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوز. سلام.